دعت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الشركات الإماراتية لزيارة المدن الصناعية المتخصصة وزيادة استثماراتهم في السوق المصري، حيث جاء ذلك خلال مشاركتهم في لقاء الرئيس مجلس الوزراء برؤساء 30 شركة إماراتية مستثمرة بالخارج. وأكدت نيفين جامع أن القطاع الصناعي المصري يشهد تطورا ملموسا خلال المرحلة الحالية بفضل نجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي تضمن تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والإنشائية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على تحقيق معدلات إيجابية غير مسبوقة.